صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يشرع للمسلم أن يقول الذكر ربي أجرني من النار 7 مرات بعد الفجر وبعد المغرب؟ هذا ورد، لكن الحديث يقولون أنه ليس بالقوي، حديث ليس بالقوي، فيه ضعف أو ضعيف، فإذا أتى بذلك فلا بأس، لأن هذا من فضائل الأعمال، هذا من فضائل الأعمال، فإذا أتى بهذا الذكر وهذا الدعاء فلا بأس. نعم.